أنجزت باعتراف زعيم كوريا الشمالية الذهاب لتفكيك السلاح النووي، ولكن الشروط والوقت وكل هذا لم يكن عندنا أجوبة في الوقت الحاضر، لأنه طبعا يعني منذ سنة لليوم تغيرت المعادلات مع زعيم كوريا الشمالية 180 درجة. يعني بدل ما كنا رايحين باتجاه حرب ومناورات عسكرية وضغوطات اقتصادية، اليوم رايحين باتجاه سلام وفتح تجارة مع كوريا الشمالية. هذه إنجازات تاريخية ومهمة، خاصة لحلفائنا إن كان اليابان وكوريا الجنوبية. وشفنا كذلك الأمر أنه زعيم كوريا الشمالية تخطى الحدود بين كوريا الشمالية والجنوبية واجتمع مع رئيس كوريا الجنوبية وصار اتصالات مستمرة لنهاية الحرب المستمرة في ذلك المنطقة منذ 65 سنة حتى اليوم. كل هالإنجازات هذه اليوم عم تعطي نوع إيجابية في إن كان في آسيا، أما ستنتقل إيجابيا على الشرق الأوسط، وبدأنا نرى إيجابياتها في الشرق الأوسط من الانسحاب من الملف النووي، لا دحر داعش في المنطقة، وربما سننتقل إلى عملية سلام مهمة في الشرق الأوسط وإنقاذ البلدان العربية اللي كانوا الدكتاتوريين قتلوا شعب فيها وحرموا الشعب العربي من نعش اجتماعي اقتصادي تكنولوجي للمستقبل. نعم.